مشاهدين اهلا وسهلا بيكم في الموسم الثاني. الموسم الثاني النهارده تحت مسمى ليرن شو. ليرن شو هو هيبقى اول برنامج مهتم بامور التعليم والتدريب والاكاديميات والكليات والمعاهد. هيكون مهتم كمان بالصحه التربويه والصحه النفسيه للطلاب بتوعنا. بس اسمحوا لي في البدايه برحب بزميلتي الاعلاميه هاجر صبري. ازيك يا هاجر؟ ازيك يا احمد؟ اللي هتكون رفيقه الطريق ان شاء الله على مدار الموسم الثاني في برنامج ليرن شو. هاجر ايه بقى عندك بالنسبه للتعليم؟ التعليم يعني دي اهم حاجه في الحياه، واهم من اي من التعليم اهم حاجه في الحياه، زي التعليم، الصحه، الطعام. قصدك تقولي لهم الاولويات يعني؟ دي من الاولويات طبعا. عملت مشاريع قبل كده هاجر؟ انا اهم مشروع عندي اولادي. وكل الناس كده طبعا. طبعا فعلا اهم مشروع في حياه كل في كل بيت هو اولادهم، لان اولادهم بيقعدوا في المدارس في فتره الابتدائي او فتره ما قبل الابتدائي، زي الكي جي 1 والكي جي 2 والتمهيدي ومرحله ما قبل الابتدائي والابتدائي والاعدادي والثانوي. الاولاد بيمروا بمراحل يا هاجر في الفتره دي بتأثر في تربيتهم وسلوكهم. يعني مثلا فاكره لما كنا بنتكلم واحنا بنعد الحلقه، لما كنا بنتكلم عن الاولاد ممكن يقابل مدرسه تضايقه او مدرسه تقفله من ماده معينه، كلمينا بقى عن القصه دي. المدرسه هي اللي بتقدر تخلي الطفل ان هو يحب الدراسه او ان هو يكرهها، هي اللي تقدر، هي اللي معاها المفتاح ان هي تخلي الطفل يحب الدراسه او يكرهها او يكمل. هي اللي معاها المفتاح للطفل، هي اللي تقدر تخليه يحب التعليم او اصلا ما يفكرش ان هو يكمل. ممكن نكون مدرسه او مدرس ياثر في حياه في تربيه او سلوك اولادنا؟ اكيد طبعا. ازاي؟ بحكي لنا كده. المدرسه هي اللي بتبقى برضو الاب والام في المدرسه. الله، حلو قوي. المدرسه هي الاب والام فعلا. دي مش يعني دي مش من اعداد الحلقه، بس فعلا جبتي حاجه او قانون نقدر نشتغل عليه في الحلقه بتاعتنا النهارده. اكيد. ان هو فعلا المدرسه هي الاب والام، لان فعلا ممكن المدرس ياثر في سلوك الطفل او في سلوك ابننا، سواء بقى طفل صغير او في مرحله ابتدائي او في مرحله المراهقه او كلام من ده كله. ولكن احنا شايفين ان ممكن كمان في حاجات ممكن تساهم في دعم وتنميه وقدرات الطفل او الطالب او ابننا بمعنى اصح في المراحل المختلفه، زي الانشطه الطلابيه. ايه الانشطه الطلابيه اللي ممكن تخلي الطالب ابننا في المدارس يعني متفتح اكتر وتنمي مهاراته وقدراته وطاقته وتستغل طاقته وتتحولها لحاجات ايجابيه مثلا؟ الفنون. الفنون، الرسم، التاليف. ممكن طفل يعبر مثلا عن حاجه جواه، ان هو يالف حاجه هو نفسه يعيشها او نفسه يعملها بس هو مش قادر يقولها، فاحنا بنساعده. في مشاكل، في مشاكل نفسيه بتقابل اطفالنا اثناء فتره الدراسه، ممكن الاب والام ما ياخدوش بالهم منها والمدرس هو اللي ياخد باله من الكلام ده؟ طبعا اكيد. ممكن اصلا يكتبها في موضوع ومن غير ما يحكي عنها، عشان كده الفن بيساعد على الموضوع ده. الفن والأنشطة الطلابية. والأنشطة طبعا الطلابية طبعا. ايه اهم المبادرات اللي اطلقتها وزارة التربية والتعليم وكانت عجبتك قوي وحسيت ان هي هتبقى مفيدة لاولادنا كلهم عموما يعني؟ كان الاستاذ الدكتور رضا حجازي، اطلق الاستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عمل مبادرة احياء المسرح المدرسي. المسرح المدرسي. بمناسبة المسرح المدرسي دي كانت احلى مبادرة كانت على الساحة من الفترة اللي فاتت، ودي بعد الفاصل إن شاء الله هيكون ضيفتنا عبر التليفون الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، وهيكون ضيفتنا داخل الاستوديو دكتورة أميرة نور استشاري علم النفس التربوي. استنونا بعد الفاصل وهتكون إن شاء الله حلقة مفيدة وجميلة، وهيبقى ربنا ما يجعلنا من من يبيعون لهو الحديث، وربنا يجعلنا فايده ليكم ويستخدمنا نفعا في تربيه اولادنا. فاصل وراجع لكم تاني. صباح الخير. صباح النور. اتفضل يا فندم. انا بسحب 200,000 جنيه من فلوسي. اسم حضرتك؟
اتفضل. ايه يا فندم؟ دول 10,000 بس. ايوه حضرتك. بص احنا هندخلهم ايديت مع شويه مكساج على افتر افكت مع الفي في اكس مع شويه فوتوشوب، هيبقوا 1,000,000 جنيه مش 100,000. عارفين انك حريف في حتتك، بس السينما بتاعتنا احنا بقى. سويك مصنع الابداع. ايوه. بص يا حبيبي، بص يا حبيبي، المود ده انا عايزك فيه تبقى فرحان، بس اسنانك وانت بتضحك مش تبان. ها يلا بينا، افتح بقك افتح بقك افتح بقك. ها 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 يلا يلا يلا، اديني بقى اديني رياكشن اديني رياكشن. فين 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 فين؟ مش شايف حاجه يا ابني يا ابني يا ابني، الشمس بتروح مني يا ابني. عارفين انك حريف في حتتك، بس السينما بتاعتنا احنا بقى. سويك مصنع الابداع. عايز اجمل حمامات سباحه وحمام سباحه للسيدات؟ عايز تقابل نجومك المفضلين في الكوره والفن والادب؟ عايز منطقه اطفال تجنن؟ عايز احسن ملاعب كره قدم نجيل صناعي ونجيل طبيعي؟ عايز تركب خيل وتتعلم فروسيه؟ طيب عايز جيم متكامل فيه كل الاجهزه والساونا والايروبكس وزومبا؟ عايز تشارك انت واولادك في انشطه فنيه وثقافيه وتحضر حفلات غنائيه لاكبر النجوم؟ يعني لو عايز نادي متكامل بجد، يلا اشترك في نادي ايزي سبورت. محروس هات الدكه 650 وتعالى بسرعه. اتفضل يا ريس. يا محروس هات الجيلاتينه وتعالى بسرعه. ماريو هات البلوتوث وتعالى بسرعه. يا الحمد لله الشادو راح. انت يا ابني شغل العربيه، وانت يا ابني هات مفتاح 15. عارفين انك حريف في حتتك، بس السينما بتاعتنا احنا بقى. سويك مصنع الابداع. عايز اجمل حمامات سباحه وحمام سباحه للسيدات؟ عايز تقابل نجومك المفضلين في الكوره والفن والادب؟ عايز منطقه اطفال تجنن؟ عايز احسن ملاعب كره قدم نجيل صناعي ونجيل طبيعي؟ عايز تركب خيل وتتعلم فروسيه؟ طيب عايز جيم متكامل فيه كل الاجهزه والساونا والايروبكس وزومبا؟ عايز تشارك انت واولادك في انشطه فنيه وثقافيه وتحضر حفلات غنائيه لاكبر النجوم؟ يعني لو عايز نادي متكامل بجد، يلا اشترك في نادي ايزي سبورت. محروس هات الدكه 650 وتعالى بسرعه. يا محروس هات الجيلاتينه وتعالى بسرعه. ماريو هات البلوتوث وتعالى بسرعه. يا الحمد لله الشادو راح. انت يا ابني شغل العربيه، وانت يا ابني هات مفتاح 15. عارفين انك حريف في حتتك، بس السينما بتاعتنا احنا بقى. سويك مصنع الابداع. ورجع لكم الفاصل اعزائي المشاهدين، واسمحوا لي نرحب بضيفتنا للدكتورة أميرة نور، استشاري علم النفس التربوي. ازيك يا دكتورة؟ النهاردة الحلقة بقى كل الناس قاعدين عايزين يعرفوا ويحلوا مشاكل ولادهم ازاي، سواء بقى في حضانة في ابتدائي في اعدادي في ثانوي. بس خلينا كان قبل الفاصل كانت هاجر بنتكلم عن موضوع الانشطة في المدارس، هل الانشطة دي مفيدة للتربية النفسية لولادنا في المراحل المختلفة؟ جدا. يعني هي الانشطة عموما الولد بيبقى رايح المدرسة بيبقى مش عايز بس ان يبقى كله كم تعليمي او مهاري او كده، هو بيبقى نفسه جدا مستني حصة مثلا التربية الرياضية، بيبقى نفسه مستني حصة التربية الفنية، فدي بصراحة بتفرق جامد جدا جدا مع الولاد، وخصوصا لو هي توظفت صح. يعني مثلا في دلوقتي المفروض في التعليم النشط دلوقتي ان احنا نبدأ نعمل مناهج مثلا مسرحة المناهج، يعني مثلا لو في مثلا درس قراءة مثلا واحنا في حصة القراءة وكل حاجة. مسرحة المناهج ده منهج انا عامله من سنتين عشان تفلحوا لي فكره مسرحة المناهج بس لمقيت التعليم. ماشي. طب ده حاجة جميلة. طب ايه رأيك؟ ده بيثبت جدا جدا المعلومة، ده حاجة عظيمة، ده بتسهل الدنيا. واحنا لسه بنتكلم بنقول لو القرآن كله كان احكام
ما كانتش الناس هتبقى يعني هتعرف تقرا غير القصص والحكايات. قصص والحكايات وتحويلها والناس واحنا كمان كشعب عربي عندنا فطره حكايه ازاي نحكي الحدوته والحكايه. دي حقيقه دي حقيقه. حتى زمان برضو في الشعر الجاهلي بتاع كان يحب قوي يقعدوا ويقعدوا يحكوا ويسردوا جدا فيه. فهي القصه دايما لما نيجي ندخل المفروض في اي درس يبقى فيه جزء منه اكتيفيتي. المفروض ده الطبيعي يعني في اي درس بقى ايا كان ماث ساينس اي حاجه. فطبعا الانشطه بتشجع جدا الولد وبتخليه يبقى متزن عموما يعني. طيب وبتساعد الانشطه في التعليم؟ ما زي ما اقول لحضرتك دلوقتي يعني في اي ماده من المواد لو احنا دخلنا فيها نشاط او بدا الولد يعمل بايده حاجه او بدا هتثبت جامد جدا يعني المعلومه هتثبت اكتر بكتير من ان انا ايه يعني يبقى تعليم بالظبط. ودلوقتي التعليم كله ضد ان انا ابقى ملقن بس مش اكتر زي زمان. طب اسمحوا لي ناخد المداخله هاجر معانا التليفون. الدكتوره ايمان حسن رئيس الاداره المركزيه للانشطه الطلابيه بوزاره التربيه والتعليم. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ وسيادتك طيبه وشكرا على كرم ان احنا سهرناكي عشان المداخله. لا ابدا، رمضان كريم عليك وعلى اسره البرنامج كلها وعلى مصر كلها. الله اكرم الله اكرم. دكتوره انا انتوا عزمتونا من قيمه شهرين، احنا طبعا الحلقه جايه متاخره شويه عن مسرح افتتاح المسرح المدرسي. دكتوره انا كنت قاعد مبهور ان يعني في حاجه جميله زي دي بتحصل في وزاره التربيه والتعليم وتحت اداره وزاره التربيه والتعليم، وان حاجه بتحصل في مصر بالجمال ده. انا عايز اقول لك ان احنا اول ما قعدنا بدون مجامله من اول ما دخلت لغايه ما خلصنا العرض انا كنت حاسس انا في حلم. ايه الجمال ده يا دكتوره؟ حلم جميل بقى بنحاول ان احنا نحققه وان شاء الله نحققه مع اولادنا طلبه المدارس ونقدر نوصل بيهم لحاجه في كل مصر بقى يعني من الصعيد للدلتا لمصر كلها يبقى فيه مسرحيات زي اللي حضرتك شفتها دي. وصلتوا لغايه فين؟ لغايه محافظات ايه لغايه دلوقتي في تطبيق مسرح المدارس؟ والله احنا بالفعل اصلا يعني يمكن حته احياء المسرح المدرسي، والمسرح المدرسي موجود بالفعل وشغالين وعندنا المسابقات بتاعتنا اللي شغالين عليها، لكن احنا يمكن الوزاره اتجهت لشويه تطوير في المسرح وفي الاداء وفي الشغل بتاعه نفسه، لكن احنا عندنا مسابقات خاصة خليني أحكي لك عن المسابقات اللي عندنا أصلا أو الأعمال اللي احنا بنعملها للمسرح وبعدين نتكلم على المسرحيات الجديدة أو التوجه الجديد للوزارة. يعني احنا عندنا مثلا مسرحيات خاصة بأعياد الطفولة دي بتستهدف طلبة كيجي وابتدائي وإعدادي، دي على كل المحافظات، دي لمحافظات الجمهورية كلها. عندنا مسابقة الإلقاء والشعر من رابعه ابتدائي لثالثه ثانوي، دي برضو المسابقات اللي انا هقولها لحضرتك دي كلها على مستوى الجمهوريه. تمام فهمت. عندنا مسرحيه المناهج، ويمكن انتوا وانا يعني على المداخله سمعت بتتكلموا دكتورة اميره. الدكتوره اميره نور نور احمد كانت بتتكلم عن مسرحيه المناهج بدات تطبق في المدارس دلوقتي وان دي حلوه في سلوك في تعديل السلوك للطلاب. على فكره انا مسجل برنامج بكده وكنت بتكلم بالعلاج السلوكي بالدراما كمان. اتفضلي يا دكتور. يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان مسرحيه المناهج دي لو شرفتنا في اي مسرحيه لاي محافظه فعلا هتنبهر بالاداء والمعلومه ازاي هتوصل لك وانت تحفظها بدون اي مجهود وبمنتهى السلاسه. والموضوع ده بيبقى سواء من المنهج او خارج المنهج، يعني انا ممكن اخد حاجه في المنهج في التاريخ مثلا، اخد شخصيه تاريخيه موجوده في المنهج ويعملوا عليها مسرحيه، وممكن اخد حاجه تخدم لي المنهج، يعني مثلا في حاجه بيدرسوها عن الاخلاق او تقبل الاخر يعملوا مسرحيه تخدم حاجه زي كده وتعرفهم ازاي نقدر نتقبل الاخر، ازاي ما نتنمرش على حد، يعني بتخدم المنهج كله سواء داخل او خارج المنهج. نقدر نقول يعني يا دكتوره يعني. نقدر دكتوره ايمان نقدر نقول ان دي اصلاح للبيوت المصريه عن طريق سفير البيت اللي هو الطالب اللي عندي في المدرسه، بنقل له الحاجه اللي انا عايز اقولها او العادات السيئه ان احنا عايزين نعدلها هو يتعلمها وينقلها في البيت لاخواته وبينقلها بشكل غير مباشر لباباه ومامته ان هو خد باله من موضوع التنمر، موضوع الكذب، موضوع الانانيه، المواضيع اللي احنا حابين نتخلص منها في المجتمع عشان نوصل لمجتمع سوي.
بالظبط كده. ويعني احنا انا دايما اقول ان احنا ما بنخاطب طلبة المدارس، احنا بنخاطب الدولة كلها والمجتمع كله، لان احنا عندنا ما يقرب من حوالي 25 مليون طالب، يعني تقريبا ربع المجتمع. الطالب ده على الاقل عنده والده ووالدته واخ او اتنين اخوات، فانت حضرتك الرسالة اللي بتوصلها للطالب اللي عندك في المدرسة ده، دي بتوصل للمجتمع كله. فاحنا لو قدرنا ان احنا نعدل سلوك الولاد من خلال المسرحيات ومن خلال المسرح، دي هتبقى حاجة جميلة جدا. المسابقة الرابعة بقى اللي عندنا الفنون المسرحية، ودي بتستهدف مرحلة التعليم الأساسي كلها على بعضها ومرحلة الثانوي، ده كله أثناء الدراسة. نيجي بقى للأجازة الصيفية، عندنا نشاط صيفي بيكون فيه مسابقة لمراكز تنمية القدرات واكتشاف الموهوبين في المسرح. يعني بنعمل مركز في إدارة مثلا من الإدارات، بتجمع كل المدارس اللي موجودة في الإدارة وبنعمل فيها مركز تنمية القدرات ده، بنكتشف من خلاله بقى اللي بيقدر يقول إلقاء، اللي بيقول شعر، اللي بيمثل، أي حاجة تختص بالمسرح، وبنطلع بيهم بفرق من خلال المراكز دي. التوجه بقى في الوزارة بقى إزاي؟ احنا عملنا دلوقتي زي ما انا قلت لحضرتك، في حاجات بتستهدف كي جي وابتدائي، وفي حاجات بتستهدف ابتدائي واعدادي، وفي حاجات اعدادي وثانوي. لا، احنا دلوقتي عممنا على المحافظات كلها ان كل اداره تعليميه هتعمل مسرحيه بكل الطلبه الموهوبين اللي عندها في الاداره، سواء مختلف المراحل العمريه او ابتدائي او فندم، بمختلف المراحل العمريه بتاعتهم عشان يبقى في مختلف مشاركه. المراحل جميل. هتجمعهم كلهم في مسرحيه واحده. جميل قوي يا دكتور، لان دي هتبقى حاجه جميله قوي، ان هي يعني على الاقل هتقوي علاقه الطالب ببيئته المدرسيه مع زملائه ومعلمينه ومدرسينه، زملائه دول الصغيرين والكبار، هتعلمه يعني ايه يشتغل في جماعه ويتعاون ويقدر ان هو يسمع الكلام او يلتزم بالقائد اللي بيوجهه، وان هو كمان ممكن يبقى قائد في مرحله ويوجه زمايله. فاحنا دلوقتي عندنا المسرحيات دي اتعممت بالفعل المسابقه على الجمهوريه كلها، كل اداره تعليميه، يعني هيبقى عندنا حوالي 300 مسرحيه. الله، ايه العدد ده؟ عايز له قناه لوحدها بقى. انت عندكم كذا قناه يا دكتوره في الوزاره، كذا قناه تلفزيونيه، يعني ممكن تبقى سهل عندنا ان انت تعرضوا. ما شاء الله، قنوات متميزه يعني كذا. طب خليني اسالك يا دكتوره حاجه. نعم. عايز اسال حضرتك سؤال، هل الاباء والامهات عندهم وعي بالانشطه اللي حضراتكم بتعملوها في الوزاره دي، ومدى تاثيرها على سلوك اولادهم؟ والله يعني صدقني فعلا ان الاسر دي هي الجندي المجهول اللي ورا اولادها. مش عايزه اقول لك لما بيبقوا جايين يعرضوا مسرحيه كم اولياء الامور اللي بيبقوا موجودين وفرحانين باولادهم، ان هم قادرين، عندهم شجاعه ادبيه، ان هو واثق من نفسه واقف على المسرح، طفل صغير، تخيل طفل صغير عنده 5 و6 سنين واقف قادر يواجه كم من الجمهور قاعد قصاده، وعنده ثبات وشخصيه قويه وقادر يعبر عن نفسه ويقوم بدوره اللي هو بيعمله بمنتهى الثبات. فأولياء الأمور بيبقوا فرحانين جدا وبيشجعوا أولادهم. الحقيقة أنا شفت تشجيع من أولياء الأمور باستمرار في كل النشاطات، سواء الرياضة أو المسرح أو المكتبات، أو أنا عايزة أقول لحضرتك أي مسابقة بيبقى تلاقي وراها أولياء أمور كتير جدا جايين فرحانين بأولادهم وجايين يتفرجوا عليهم ويشوفوهم. ويمكن حضرتك شفت معانا في لما جيت شفت المسرحيه حاجه يعني كم حلو. كم اولياء الامور اللي قاعدين بيشجعوا اولادهم وفرحانين بيهم، يعني خاصه اللي انتم استخدمتوا كمان حاجات لسه السينما ما بداش يستخدمها زي الهيلوجرام في العرض، يعني حاجه عظيمه. ودايما وزاره التربيه والتعليم سابقه، ووزاره التربيه والتعليم دي اهم حاجه في البيوت المصريه فعلا. طب خليني اسالك دكتوره ايمان سؤال كده، امتى ماده المسرح والسينما هتبقى ماده فرضيه على الطالب ان هو يمتحن فيها ويبقى فيها نجاح ورسوب وكلام من ده؟ بص حضرتك، هي حته ماده او مش ماده، هي نشاط افضل. اصل مش كل الطلبه بتعرف تمثل، ومش كل الطلبه بتعرف تلقي شعر، ومش كل الطلبه، يعني خلينا نتفق ان النشاط ده مختلف. صح. كل طالب عنده حاجه بتميزه، كل شخص
كل بني آدم عنده حاجة جواه بتميزه عن الشخص اللي قصاده. صح دكتور. واحد بتلاقيه متميز في الرياضة وشاطر في الرياضة وبيقدر وبيدخل مسابقات وبيحقق بطولات وبيحصل على ميداليات. طيب تاني بتلاقيه بيحب القراية ومتميز فيها، ده نشاط تاني. طالب بيحب يقف على المسرح ويمثل، ده نشاط آخر. طالب بيعزف، طالب بيغني. فأنا ما أقدر، الأنشطة دي كلها إحنا عندنا كم من الأنشطة موجودة عندنا في الوزارة وبتخدم الطلبة ومن حق الطالب إن هو يشارك فيها كتير جدا. فإن أنا ألزمه بحاجة معينة، وبعدين يعني خلينا نبعد شوية عن إن ده منهج ويتحفز. صح دكتور عندك حق. خلينا النشاط، مادة النشاط دي مادة بتبقى جميلة جدا محببة للطالب، هو داخل مش حاسس إنه مقيد بحاجة، مش حاسس إنه عليه ضغط هيمتحن فيها، لا هو داخل يعمل حاجة بيحبها وبيجتهد إن هو يطلع بصورة كويسة. طب دكتورة إيمان، هل الخطة اللي انتوا عاملينها في الوزارة التربية والتعليم تحت إدارة طبعا الأول تحت رعاية فخامة الرئيس وتحت دولة رئيس الوزراء وإدارة الأستاذ دكتور رضا حجازي وطبعا إدارة حضرتك إدارة مركزية للأنشطة الطلابية، الخطة دي مودينا في رقم حلو قوي في الترتيب في التربية والتعليم في المستقبل القريب؟ ما سمعتش حضرتك بتقول مودينا إيه؟ في الترتيب بتاعنا، ترتيبنا ترتيب جمهورية مصر العربية في التعليم، هل الاسهم بتاعتنا ترتفع في الترتيب العالمي؟ نتمنى كده طبعا ان شاء الله، لان الطالب يعني لما بيمارس الانشطه بيقبل على التعليم، بيشعر بالمتعه في التعليم. انا عايزه اقول لك ان هو بتزداد قابليته بالفعل علشان يتلقى دروسه، فممكن تساهم بشكل كبير. عايزه اقول لحضرتك يعني معالي الوزير دكتور رضا لما وجه في بدايه العام الدراسي ان يبقى فيه يوم يخصصه للنشاط، احنا لما رصدنا بعدها بكذا شهر رصدنا الموضوع ده كان تأثيره ايه على المدارس، لقينا ان عدد الطلاب اللي موجودين في اليوم الدراسي موجودين كامل العدد، ما فيش طالب فيهم بيغيب. الله، ده حاجة عظيمة طبعا، لان احنا صغيرين كنا بنحب بنستنى الحصص دي طبعا يعني. اكيد طبعا، فده هيساعد ان هو يعني يبقى عنده قابليه ان هو يتلقى دروسه وهو يتلقاها بشغف وبحب، هو مارس الحاجه اللي هو بيحبها والنشاط اللي هو بيحبه. فيعني بتخلق حاله جميله وجو جميل في المدرسه، مش كله حفظ وتلقين حفظ وتلقين، لا يعني في حاجات ثانيه بتدخل البهجه على الطالب وفي نفس الوقت هو بيتعلم. حصص المشاهده اللي موجوده اثناء اليوم الدراسي دي برضو بيقعدوا الولاد ويشوفوا الدروس واللي ناقصهم، بقى التعليم بصوره تانية شويه مختلفه. نتمنى ان احنا تكون سبب في تطوير التعليم طبعًا وان الطالب يقبل عليه. طبعا تحت رياضتكم وادارتكم طبعا، يعني انا شايف عقليات ومفكره وجميله وبتبحث دايما بالنهوض بالتعليم والنهوض بالثقافه وماشيه في اتجاهات خطه الدوله بالنهوض بالدوله عموما عن طريق البيت المصري. دكتوره ايمان انا فعلا بشكرك وبتاسف لك ان انا سهرت حضرتك، بس فعلا انت حضرتك ابهرتينا وكان واجب عليا الشكر، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لان فعلا انتوا بذلتوا مجهود حلو قوي وجميل ومجهود عظيم في مبادره المسرح، واحنا فعلا يعني احنا كناس في الاعلام كان لازم كل واحد قاعد على منبر اعلامي يحط فوكس على الموضوع ده او في منبر صحفي يكتب فيه، لان فعلا دي كانت من اهم المشاريع اللي مرت بمصر في الشهور الماضيه. وانا بجد بشكر حضرتك كاعلامي انك بتلقي الضوء على حاجه في التربيه والتعليم، لان دي بتساعدنا ان احنا نوصل رسالتنا بصوره اوسع واكبر للمجتمع. ويا ريت يبقى في تسليط دايما للاعلام، ما يبقى في ضوء كده دايما على الحاجات المتميزه اللي موجوده في الوزاره عندنا، وهي حاجات كتير قوي الحمد لله. هو برنامجنا يا دكتوره متخصص في يعني هو للوزاره عندكم وزاره التعليم العالي الوزارتين بس، او برنامج متخصص للكلام ده ان شاء الله. طيب جميل. شكرا دكتوره ايمان، وتحياتنا لمعالي الوزير الدكتور استاذ الدكتور رضا حجازي، وتحياتنا لكل افراد الوزاره من كلهم بفريق بمختلف فرق عملهم، وشكرا ليكم ربنا يسدد خطاكم دكتوره ايمان، وان شاء الله يبقى اكون يعني حضرتك بقى توعدينا تكوني ضيفه لينا في الحلقه الجايه ان شاء الله او الحلقه اللي بعدها حسب وقت حضرتك طبعا، لان عارفين انشغالاتك طبعا بتغطي كل المحافظات الجمهوريه، وان شاء الله يبقى احنا الكاميرا بتاعتنا موجوده معاكم في الوزاره على طول وتغطي كل الانشطه عشان ننقلها للناس. شكرا دكتوره ايمان. شكرا.
دكتوره اميره اسمحي لي بقى نرجع لك تاني. كان هاجر اتفضلي. احنا ايه اللي خلانا نرجع نهتم تاني بالانشطه؟ ما كناش مهتمين بيها الاول. بصي، هو طبعا المفروض الانشطه من زمان جدا، من فتره طويله في انشطه في المدارس، بس ما كانتش بصوره كبيره يعني. ودلوقتي بالذات عشان طبعا بعد الكورونا وبعد الفتره اللي الاولاد قعدوا فيها في البيت، فمحتاجين فعلا خطه ان احنا نرجعهم تاني المدرسه، وان هم يحبوها تاني. فعشان كده يمكن الفتره دي يعني هم عاملين فوكس عليها، ودي حاجه كويسه جدا يعني، لقوها فعلا ان هي فعاله جدا يعني. طيب، وسؤال تاني معلش. ليه عايزه اسال السؤال ده؟ مهمه جدا. هل الطلاق او مثلا وفاه احد الوالدين ممكن يعمل مشكله نفسيه للطفل، وممكن الانشطه دي تخرجه من الحاله دي؟ هو اكيد طبعا ممكن يعمل مشكله للطفل لو الطلاق ده بيكون بشكل مش حضاري يعني لو الولد مثلا بعد عن الاب او عن الام، او هم استخدموا الولد كاداه علشان يضايقوا بعض، او حد فيهم بيكره الولد في التاني، فده طبعا الولد بيتاثر نفسيا. طبعا الانشطه تقدر تخرجه اصلا في دلوقتي العلاج بالفن يعني، في دلوقتي الموسيقى لا بالفن عموما يعني، انا انا اصلا بعالج بالفن. فالعلاج بالفن ده ازاي بالفن يا دكتور؟ عشان انا شغال في الحته دي سوا على نفس التخصص يعني. تمام يعني انا خدت كورسات كتير في موضوع العلاج بالفن ده. فبنجيب الاولاد اللي عندهم اي حاجه يعني نفسيه او كده، او لسه بوادر يعني، يفضل ان لسه بوادر يعني. اكتشافها بقى الاب والام ولا الاخصائي النفسي الموجود؟ المفروض الاب والام او الاخصائي او المدرس بتاع الفصل نفسه او اي يعني. هل مدرس الفصل نفسه اللي ابني بيقعد عنده او بنتي بتقعد عنده في الفصل اكتر ما بتقعد في البيت؟ لان لو قسمت الوقت هتلاقي في وقت في نوم وفي راحه وفي مذاكره. بيقعدوا مع المدرس مثلا من الساعه وليكن 8 للساعه 2. هل المدرس بيبقى ملم بشؤون العلوم النفسيه ان هو يقدر يقيم الطالب ده ويعرف هو عنده مشاكل نفسيه ولا لا؟ حتى لو الطالب كتوم مش بيظهر الحاجه دي، ما هو مش كل المرضى النفسيين بيقعدوا يزوروا المشاكل طبعا اللي عندهم طبعا. هل المدرس بيعرف يكتشف الكلام ده؟ انا عايز اقول لحضرتك إن, ان 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 اي كليه تربويه درست الجانب ده يعني. كفرق. اي كليه تربويه درسته كفرع، مش دراسه متعمقه في علم نفس التربوي زي حضرتك كده. ايوه بالظبط، فرع من فروع التربوي، ان لازم ان هي تاخد بالها من الطفل اللي قاعد قدامها ده. لازم. وبعدين خد بالك، هو المدرس كده كده بياخد باله من الطفل، لان هو بيدخل له كل يوم، فبياخد باله من سلوكه. لو في سلوك مش سوي قوي هو هيلاحظه جدا. المفروض بقى ان هو اول ما يبدا يحس ان في سلوك مش سوي او بدا يبقى مش سوي، لازم بيروح للاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي، وهم بيتواصلوا مع الاب والام. وكده كده المفروض ان بيبقى في فايلات لكل ولد لسه داخل المدرسه، بيبقى في فايل وبيتجدد كل سنه مع دخول كل سنه، ان الولد ده ايه الحاله الاجتماعيه ليهم، كذا 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 كذا، كل حاجه بالظبط عن الولد بتبقى موجوده. ليه؟ لان انا هبقى زي ما انت بتقولي، بابا متوفي، مامته متوفيه من وهو صغير، قاعد مع مين، الحاجات دي كلها لما اجي انا الاقي الولد فيه تغيير في سلوكه، هبقى عارفه هو برضه بناء على ايه، انت فاهماني؟ فهبدا اعرف ان انا اعالجه ازاي. صح. تمام، اتفضل. طبعا لا طبعا. موضوع التقييمات اللي بتتعمل في قبول المدارس دلوقتي، ان هو يجيب الاب وام امتحانهم وكلام من ده، انت حضرتك مع الكلام ده؟ انا 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 معاه بس بحدود يعني مش المدارس. قصدك ان المدارس اللي انت بتنشئ او مدارس الناشونال مقفوره شويه في القصه؟ ليه بقى؟ ليه؟ لان هو بيبقى فيه قبول جامد جدا على المدرسه دي، واعداد كبيره جدا عايز تدخل المدرسه دي، فهو من حقه ان هم ينتقوا بقى. فهمت اقصد ايه؟ يعني هو بيحسبها عشان بيحسبها، لكن لو ما عندوش اقبال هيقبل. لا لو ما عندوش اقبال على الاقل هيقلل. واحنا بنعد الحلقه لقيت هاجر بتقول راي جميل قوي ضد العنصريه والمساواه والحاجات دي. فاكره لما كنا بنتكلم انت بتتكلمي ازاي؟ المفروض يلغوا الكلام ده، المفروض يلغوا. يعني ارد على رايك على الجمهور والدكتور. انا بصراحه ما كانش عاجبني حوار ان في مدارس انترناشونال ومدارس حكومه ومدارس خاصه. في زمان كان كل الموجود يا مدارس حكومه يا مدارس خاصه، كانش في فرق.
فالموضوع ده بصراحه كان مضايقني، يعني حاسه اللي هو ليه بقى في فرق، ما هي كده يا كده بقى، يخلوا حتى الطفل الطالب اللي في مدرسه حكومه مش حابب المدرسه اللي هو فيها عشان هو شايف ان هي عاديه، ان في ناس، ان في احلى او في اي وفي بي. بس انا هقول لك حاجه، ما هو برضو يعني ما هو برضو احنا مستويات اكيد يعني اوكي فهماني يعني انا يعني انا مثلا انا بس معايا عربيه معينه، انت معاكي عربيه ثانيه، فاهم؟ لو انا فضلت طول الوقت ببص لك، طب هو معاه عربيه ليه اعلى مني؟ طب فهي هي القصه في ان مستوى التعليم نفسه، مستوى المنتج اللي بياخده من المدرسه دي، هل هو يستحق فعلا المبلغ اللي انا بدفعه او لا؟ يعني انا حاسه دي شخص في مدارس شغاله كويسه، يعني زي مدارس اللي هي بتبقى مدارس خاصه، بس يعني البادجت او الفلوس اللي بتدفع قليله شويه، بس فيها اداره حكيمه، زي مثلا مدارس الصرحة مثلا، ما ولا شاء الله، ولا العلياء، ولا القناه، اللي هم الحاجات اللي موجوده في الادارات اللي موجوده حوالينا، يعني بيبقى فيها اداره قويه بتبدا تخلي الناس تشتغل، ومش لازم يكون دافع فلوس. دي حقيقه، دي حقيقه. انا دايما على فكره بخلي الناس تجي للقصه دي، يعني للنوع ده، اللي هو انا ما بدفعش فلوس كتير قوي، بس القياده حكيمه، ففي تعليم كويس، في بدليل ان فعلا اللي حضرتك بتقوله، يعني فعلا مدارس الصرح مثلا ترى رقم واحد على الاداره، على ادارتها يعني، فاهماني؟ فلا يعني ما شاء الله فعلا. استاذ مصطفى كمال بصراحه بنحييه طبعا بنحيي استاذ مصطفى كمال، اداره حكيمه، والاستاذه شاديه طبعا، وطبعا فايد التدريس كله في مدارس الصرح، ناس عظيمه وناس شغاله بضمير جدا، وانا اشهد على الكلام ده. طبعا الدكتوره اميره تشهد على الكلام ده طبعا. هيبقى نرجع للاطار النفسي تاني في اطار تخصص حضرتك. ماذا تفعلين لو لقيتي ولد وبنت جاي لك في المرحله الثانوي في مدرسه مختلطه بيقولوا لك يا دكتوره احنا بنحب بعض؟ ايه بقى الاتجاه النفسي بتاعك؟ هتعملي ايه؟ الاب والام في البيوت، انا لو الاب مخلف ولد وجه قال له الكلام ده، عارفين يقولوا اه ده كبرت وبقيت عريس مش عارف ايه، والام تبقى فرحانه بيه او ممكن ما تبقاش فرحانه. لو خلت لو البنت الام هتصاحبها والداري، والاب طبعا هيكسرها. انت ماذا تفعلين بقى كخبيره علم نفس التربوي؟ بص هو طبعا يعني انا ما بحبسش الفتره دي بتاعت المراهقه دي بالذات حكايه الحب فيها، لسبب ان هو بيبقى دايما معظم الوقت بيبقى مش حقيقي، بيحبوا على طول مش يحبوا على روحهم. عشان كده بسألك السؤال، لأن لقيت الموضوع منتشر في الفترة اللي هي بتاعت الثانوي دي في المدارس، ده للأسف دلوقتي كمان بقت بشكل مش صحي خالص. يعني دلوقتي تقول لك انا يقول لك انا مصاحب صح، وبعدين بعد شويه يصاحب واحد تاني، وهي تروح تصاحب حد، لا لا لا، بقت هو بيبقى تعود ان هي معاه من وهي صغيره مثلا، هي مش قصه تعود. يا ريتها تعود ان احنا زمايل او اصدقاء، اللي هي الصداقه اللي في المدرسه، لكن للاسف هم بيطوروها، ودي حاجه مش كويس يعني في السن ده، مش كويس خالص ان يبقى في تطور. بتعالجيها ازاي بقى عشان تقدري تمنعيهم من الموضوع، يعني عشان تقدري تقولي لهم ان كده غلط، بس لو قلت لهم غلط صريح هيفاتشوا يعني مش هيسالوك تاني كخبيره علم نفس او خبيره تربويه في علم النفس. لكن بتعالج القصه دي ازاي؟ لكم في عمق في اداره المدارس يعني؟ طبعا هو طبعا المفروض ان احنا بنقول لهم ان الفتره دي كده ما ينفع، يعني مش المفروض ان يبقى في ارتباط حقيقي، او مش هينفع يبقى في ارتباط حقيقي. لو انت فعلا بتحبها او كده يبقى تحافظ عليها، وما يبقاش في طبعا يعني ما فيش في ما فيش برايفت يعني من الاخر، ما يبقاش في حاجه برايفت يعني، لا كلام برايفت على اي حاجه على اي سوشيال ميديا، ولا يخرجوا مع بعض برايفت. طب وتعالجوا القصه دي ازاي؟ طبعا مصايب تعالجوها بالفريق عن طريق الفن ازاي؟ مثلا تعملوا لهم فيلم مثلا قصير او مسلسل قصه حب وفشلت ومش عارف ايه، طلعوا مشاعرهم فيها وحاجات دي، ولا غير مقبوله اجتماعيا؟ لا هو ممكن جدا فعلا، يعني انا بحب اصلا القصص الاجتماعيه عموما، حتى في المسلسلات والافلام دلوقتي انا مبسوطه جدا. هي دي اللي نجحت القنوات في الفتره اللي قبل رمضان طبعا، وخصوصا الناس بقت تحبها وتقبل تقبل عليها، علشان كده بقينا نعملها، وعاشوا جوه البيوت، سابوا الخناقات والضرب والبلطجيه، فدي حاجه جميله جدا يعني. يعني وفعلا بتبين، يعني مثلا الولد لما بيصاحب البنت وهم لسه صغيرين مش عارف بيحصل ايه، ولو ركبت معاه مش عارف الموتوسيكل بيتقلب، فابوها بيعرف، فبداوا يبين لهم ان ممكن جدا جدا يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، وده يعمل مشكله كبيره جدا في حياتك، فدي حاجه فعلا كويسه قوي. طيب المشاكل الثانيه بقى اللي ممكن تقابلك وانت اثناء المدرسه في مرحله الابتدائي مثلا،
لقيتي بنت عندها الخوف او التجنب الاجتماعي وقاعده منحازه في الفصل ما لهاش دعوه باصحابها وعندها عمليه انطواء اجتماعي، بتحليها ازاي؟ هو المفروض طبعا حاجه بتتكلم على اخصائي الاخصائي النفسي يعني يعمل ايه؟ الاخصائي النفسي او الخبير التربوي لما حضرتك تدي توجيهاتك للناس اللي موجودين في المدارس بما انك دكتوره في الكلام ده فبتحليها ازاي؟ لا بص يعني هو دلوقتي المفروض ان الاخصائي النفسي ده لما يبقى في المدرسه هو المفروض زي بقول لحضرتك هو عامل لكل واحد فايل، الفايل ده بيبقى فيه كل حاجه عن الولد خلاص. طيب دلوقتي بدا يبقى فيه مشكله ظهرت خلاص زي ما حضرتك بتقول، حضرتك كنت السؤال كان ايه؟ تلاقي بنت عندها انطواء اجتماعي مش ملهاش دعوه بحد بسبب ظروف بقى في البيت او سبب اهلها كانوا حابسينها اللي هو ما تكلميش حد زي وفي على فكره كلها دي وفي انطواء وفي عكسه بقى كمان اللي هو فرط حركه ده اكتر اظن ده كتير قوي عندكم يعني عايز اقول لحضرتك ان ده اكتر بكتير كمان من الانطواء. فالمفروض الحاجات دي بتتعالج طبعا بالجدا جدا بالانشطه وبالفن يعني بالانشطه يعني فرط الحركه يتعالج بالانشطه يعني فرط الحركه ده انت لما تكتشفي فيه موهبه معينه او مهاره معينه مثلا زي الرسم مثلا هو بيلاقي نفسه في الرسم الحاجه الوحيده اللي بتقعده مثلا ان هو يرسم. لو عنده عنف شويه ممكن بقى نلعبه مثلا لعبه معينه رياضيه كاراتيه مثلا جودو حاجه يدخل فيها دي هتطلع طاقته فيبدا ان هو ايه يبقى اهدى شويه واحسن. طبعا لازم يبقى فيه، انا دايما بقول لازم يبقى فيه تكامل يعني تكامل بين المدرسين انشطه كل مدرسين انشطه في المدرسه بالاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي ومدرس الفصل ومدير المدرسه والاداره والوكلاء كل ده لازم يبقى منظومه واحده مع بعض. فاهماني؟ طول ما احنا مع بعض هنقدر ان احنا نطلع ان شاء الله مستقبل كويس. طب خليني اسالك دكتوره، هل المشاكل النفسيه اللي بتقابل الطلاب بتوعنا سواء في مرحله الكي جي او مرحله ابتدائي او مرحله اعدادي او مرحله ثانوي، هل دي بتاثر على مدى استيعابه في المواد الدراسيه او بتخليه عنده حيز كده؟ وهل الانشطه بقى، السؤال العكس بقى، هل الانشطه تساعد على التقدم العقلي والعمري للطفل ويعني ازاي؟ طبعا سؤال حلو جدا على فكره، لان هو فعلا حتى دايما يقول لك ايه، دايما يقول لك الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم صح، هو دايما يقول كده. طيب الجسم السليم ده بيجي ازاي؟ بيجي اكل كويس صح، ممارسه رياضه معينه، غذاء روحي معين، اذا كان بقى عموما يعني الغذاء الروحي بايه، بالموسيقى، ممكن في ناس بقراءة القرآن، ممكن في ناس ايا كان طبعا ديانتهم يعني، ممكن الرسم الشعر الفنون السبعة يعني اي فنون يعني رياضة او اي فنون دي بتغذي الروح، غير بقى زي ما بنقول الاكل السليم فده طبعا بيغير جدا جدا في فكر الولد وبيخليه عنده طاقة ان هو يعمل بقى حاجة هو مش حاببها قوي، لو هو حتى مش حابب الدراسة يعني زي ما فاهم يعني، هو عامل حسابه زي مثلا ما الام تقول له ايه، بص ذاكر بس انت الثلاث اربع صفحات دول كويس جدا وهسمعهم لك وبعدين كده هديك مثلا بريك ساعة تعمل فيهم مثلا كذا، بدل بقى ما دلوقتي طبعا للاسف البريك ده بيبقى موبايل او صح. بلاي ستيشن او كده، يا ريت يبقى حاجه هو بيحبها ويمارس نشاط معين هو بيحبه يعني، هيفرق معاه جدا. خلي بالك احنا بنحضر حاجه كده دلوقتي في المراكز بتاعتنا طبعا، بما انكم بقى عاملين برضو العلاج بالدراما والسينما فلازم نعمل حاجه جديده، لان ان كل بيت مصري. فاكره لما كنا بنتكلم في الدراسه اللي كنا عاملينها اول امبارح كنا قاعدين بنحد الحلقات ان كل بيت مصري عنده مشكله ان ابنه ماسك الموبايل، فقلنا ان احنا نخلي الولد يعرف الابلكيشن بتاع الموبايل ده اتعمل ازاي، هاو تو ميك ابلكيشن. لو عرف هاو تو ميك ابلكيشن هيبص للجيمز اللي بيلعبها دي ان هي حاجه يعني ايه دي تافهه فيعني هتعاونوا معانا بقى انتوا في القصه دي، يا ريت بجد والله بجد المنهج التدريبي ده يا ريت، لان انا على فكره اصل الحكايه دي فعلا انا يعني انا مارستها يعني فعلا يعني انا ابني كان بيعمل ابلكيشن، هو ابني اصلا كمبيوتر ساينس فبيعمل، فلما جيت العب اللعبه اللي هو عمل لي جزء كده لعبه يعني هو فحسيت ان انا ايه اللي احنا فعلا فاهماني يعني تحسي فعلا لا حلو قوي ان انت تعرفي اللعبه دي اصلا بتتعمل ازاي وتطوري منها وده تحفه. لا انا معاك طبعا.
يا ريت ديل يعني انا عايز اعرف هي كان في الاول خالص قلتي حضرتك ان بتعالجي بالفنون، عايز اعرف بالفن ايه بقى؟ بصي هو مثلا بيجي الولد مثلا او البنت، ببدا انا اكتر حاجه عالجت بيها اللي هو بالرسم، وكنت بيبقى في ميوزك مفتوح خلاص. فبالرسم ده انا في بقى طرق كتير قوي قوي قوي. الاول اكتشاف مشكله، يعني بتجيبي له ورقه وقلم مثلا تقولي له ارسم حاجه معينه، ما بيعرفش يرسم قوي، بتعملي معاه حركات معينه، يعني احنا خدنا يعني طرق معينه المهم بعد كده انت ما بتيجي تقري بقى، احنا بقى بنعرف نقرا بقى بعد كده الرسمه دي، بتعرفي بقى الولد ده وش شعوره جواه ايه وعايز اقول لك. لا 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 دايما دايما بيبقى في مشكله في البيس، في الامان عنده. القاعده نفسها، القاعده بتاعت الامان دي بيبقى في عندها مشكله، لازم يبقى في فيها مشكله. يعني معظم الحاجات لما جينا اكتشفنا لقينا مثلا كان مثلا والده انتحر في وقت مش يعني لما بقى لما كانوا بيعملوا الناس كانت من امريكا وكده، فكان يقول لك الولد مثلا بابا انتحر وعنده 7 سنين. فالولد لما جه يرسم رسم الطريقه اللي بابا انتحر بيها، هو مش عارف. بس في بعض الحاجات الادوات اللي جوه تبين لنا كده، هو اللي طلعها على ورق. يعني في مسدس، في جنب، فاهمه قصدي ايه؟ في كده برده نفس الكلام، الام مثلا ميته هتلاقيه بيرسم ست، يعني فاهمه الشكل جاي ست وعامله مش عارفه ايه، فاهماني؟ لو في مشاكل هو في البيت بالظبط، لو في مشاكل هتلاقيه بيروح عامل الاب بقى شكله مثلا وحش والام، فدي حاجه جميله قوي. يعني انت بقى بتبداي اصلا تشخصي المشكله بتاعت الولد، وبتبداي بقى على اساسها ان انت تعالجيه بقى بيها واحده واحده، بتوصلي لان كتير قوي من الاولاد الصغيرين ما بيعرفوش يعبروا كويس، مش هيعرف يقول لك ايه مشكلته، انت فاهماني؟ حتى لو قلت له احكي لي هيحكي لك شويه حاجات وحاجات. بالذات الولد. لا ولد او بنت. طب خليني اسالك سؤال بقى دكتوره كده بقى. اتفضل. ايه اكتر مشكله قابلتك وقفت قدامها وقلت انا مش عارف احل المشكله دي؟ وبدات تستعيني بقى باصدقائك في الكليه او زمايلك او الناس اللي معاك في نفس التخصص، كانت مشكله عويصه قوي في جوه المدارس ومش لاقي لها حل، وفي اي مرحله؟ بص هو انا ممكن اقولها لك عموما، العنف. العنف بتاع الوالدين ولا عنف المدرسين؟ لا عنف الولاد. عنف مين؟ العنف الولاد مع بعض. ده سواء بقى ذكور او اناث. العنف والتنمر. يعني فعلا 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 مشكله باينه جدا جدا دلوقتي، وخصوصا لما بداوا يتجمعوا مثلا في امتحانات الشهر في البتاع، فعلا العنف بقى صعب قوي عند الولاد. وانا اعتقد ان هو من الدراما، مش بس من الاب والام. ليه الدراما؟ ليه من الدراما؟ للاسف الشديد في الفتره اللي فاتت دي كانوا بيجسدوا ان الاباضاي او اللي هو الحد اللي هو بقى يعني قوي وبيقعد يزعق ويعمل ويمسك مش ده حاجه. طب احنا طول عمرنا جيلنا متربي على أميتاب باتشاني بيموت 50 مره في الفيلم، ومتربي على افلام الاجنبي بتاعت هونج كونج وجاكي شان وبروسلي وسلفستالوني والناس اللي صعبه اللي كانت بتقعد تضرب اكتر من الدراما المصريه دي، اشمعنى ما تاثرناش وطلعنا برضو بنقرا جورنان وبنحفظ قران وبنقرا كتب وعندنا بنحضر ندوات ثقافيه وبنحضر امسيات شعريه، اشمعنى الجيل ده والجيل ده كده؟ هقول لك حاجه، كان أميتاب باتشاني والناس دي كانوا معظم الوقت بيحاربوا الغلط او الفساد، يعني افتكر كده هتلاقي هو اللي كان الحد الكويس اللي مش عارف ايه فبيضرب بيحارب، لكن للاسف الشديد في بعض الدراما بيبقى هو الوحش. ايوه. وهو القوي وهو الجامد وهو اللي في الاخر بقى فاز. صح. يعني هو في الاخر بقى معاه الفلوس وهرب بيها الشنطه واستسهل المكسب. أيوة. بسرعه يعني لا الشنطه ومصباح على دي انت فاهم قصدي. فسهلوا لهم القصه وحسسوهم ده دي طبعا دي قصه يعني. غير بقى ان فعلا فعلا بقى دلوقتي طول الوقت الناس بتزعق. يعني انا اقول لك حاجه حصلت من يومين، انا نزلت لقيت يعني صوت عالي جدا جدا، انا بقى ما بقدرش اسكت عن حاجه، يعني ما بحبش اسيبها بدل ما اقدر اعالج فيها. صوت عالي بطريقه مش طبيعيه، فحد خبط لحد عربيته وهو راكنها في الجراج فمش عارفه ايه فكده يعني ماشي. المهم ان دي عندها استعداد تدفع الفلوس
وتصلح خلاص. ودو بس دي قالت لها كلمه ما عجبتهاش ووقفوا على كده يا دكتور، يعني وقفوا على كده مفيش حل، مفيش حل، اشتباك الجيران والصوت عالي، الاولاد يقعدوا يتفرجوا ويتعلموا ويكتموا منهم ويتعلموا منهم، والصوت عالي ومفيش خالص يعني ما وقفوش على حوار وخالص، وما فيش على حته نقطه تماما. فاكره كان زمان دي انت بتقولي عليا كذا وانتي مش وانتي اصلا مش عايزه تصلحيها. طب ده انا جايه لك عايزه اصلحها والله العظيم والحوار. فقلت له طب ممكن تسمعوا تسيبوني بقى انا حاولت رجعوا تاني مسكوا في بعض والله. قلت له لا كده تمام بقى كده. كانوا زمان واحنا صغيرين في الجيل بتاعنا كان يقول لك ان انكر الاصوات الى صوت الحمير، دي كانت مقوله موجوده على الكراريس كمان. فاكره كانوا بيقعدوا يخلونا من عليه الصوت في ظهر الكتاب حتى في النداء. يعني مثلا كان ممكن حد ينادي على صاحبه فوق يقول له ما تناديش بصوت عالي، يقول له ما تناديش ده انت كده صوتك عامل زي. جدتي لو كان واحد من صحابي وانا صغير جت نادى عليا عشان انزل ولا حاجه طب ببقى مكسوف منها، خايفه تقعد تقول لي ايه ده، ايه الصايع اللي بنادى عليك ده دلوقتي، بقت الصياعه اسلوب حياه يعني. بس احنا عندنا امل ان احنا نرجع، عندنا امل ان احنا نرجع الاخلاق دي للبيوت. خلي بالك عن طريق النهضات والمبادرات اللي موجوده في المدارس دلوقتي، المسرح المدرسي والسينما وطبعا والافكار اللي انتم بتطبقوها في المدارس والحاجات دي كلها كخبراء في علم النفس التربوي بقت تهدي من الناس، لان الناس خلاص وصلت للليبل العالي خلاص من الصياعه بقى والزعيق والشتيمه ومش عارف ايه والتفتح، عايزين ينزلوا تاني. كله بيدور على البيت، كله بيدور على اللمه، كله بيدور على الاخلاق، كله بيدور على المكتبه وعلى الكتب. انت مش شفت لما كنا في المعرض الاسبوع اللي فات بتاع المدرسه، شفت الولاد عامله شغل عامل ازاي؟ والله انا انبهرت ساعتها وقلت ايه الجمال ده. لا 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 جمال جمال. لا ومش ده بس يا دكتور، ده في حاجات كتيره جدا جدا فعلا في الانشطه مش ما تتخيلهاش في الجمال بتاعها بجد بجد. الولاد عندهم والله طاقه ومواهب لو احنا استغليناها بجد فعلا هتفرق معاهم جامد جدا جدا. ونحطها في القنوات التلفزيونيه دي يا ريت، اللي بتاعت الخاصه بالوزاره يا ريت. انت عارف لو فعلا يعني كل مثلا اسبوع او اسبوعين نجيب مثل كده حسن كده ولا موهبه ولا هنشجع حتى الولاد ده بينبسطوا جدا. يعني لمجرد ما هو ياخدوا مثلا شهاده تقدير بيبقوا بمنتهى السعاده، فما بالك بقى يظهر على التلفزيون خلاص ونقول ان هو عمل كذا ونعرض مثلا الرسمه بتاعته او المجسم بتاعه او التحفه. يعني مش بس يعني مش بس المتفوق اللي دايما يجيبوه او الاوائل ثانويه أيوة عامه كده. حلوه بجد الموضوع ده فعلا حلو جدا. تبنى المبادره دي انت بقى تمام من خلال برنامج التوك شو بتاعك اهو، اول برنامج توك شو ليرن شو، اول برنامج مهتم بامور التعليم. لا حلوه فكرتك والمعاد وكده. احنا قعدنا تعبنا عشان نوصل نعمل سيزون تاني. احنا كنا عاملين سيزون اولاني كان خلصان قبل رمضان، فطبعا لما عرفت ان هيبقى في يعني معايا في مشاركتي الاطلاله الجميله الاعلاميه هاجر صبري، فكان لازم نطلع بحاجه حلوه الناس تقعد تتفرج علينا عشان ما نبيعش لهو الحديث. فقررنا ان احنا نهتم بامور التعليم، ان احنا شايفين التعليم ده اهم استثمار بيستثمره الراجل. مهما كسب في اي مشروع مكسبه الحقيقي في ولاده، استثمارك الحقيقي استثمارك في ولادك. فقررنا ان احنا نشتغل كده ونتمنى المواهب، ابعتوا لنا مواهب واحنا نطلعها معانا في البرنامج يعني. وهي خلاص انت اعلني بقى المبادره بتاعتك دي. انا يعني انا موافقه. اول حد المفروض تبقى بنته. انا بنتي مخرجه عندي تلاته مصوره والتالت مدير تصوير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني حد يعني فعلا هتفرق جدا جدا مع الولاد، وفي نفس الوقت يعني هيبقى مثل بقى. صح. يعني بدل ما احنا بيبقى فيه امثله على رايك لما بنقول الامثله السيئه بقى وكده، لا الامثله دي افضل او المتفوقين. انا لسه فقط. حتى قاري حاجه جميله جدا عجبتني قوي، ان سيدنا يوسف جماله شده جماله ما نفعتوش ضرته. ايوه صح فاهمني. أيوه هو بالظبط يعني هو جميل جدا فبدات فضرته، هي دي اللي دخلته السجن. طب ايه بقى اللي خلاه بعد كده ان هو بقى وزير؟ فصحته وثقافته وفراسته. برافو. لا وعلمه. وعلمه. ما ياكلني يعني هو لما قعد برافو لما قعد عند الملك ما كانش قاعد كده بس، لا كان قاعد بيتعلم منه، وخصوصا ان هو كان كمان هم متهيألي هو برضه كان وزير برضه. هو اتعين وزير بعد ما حل قصه السدود. دكتوره اميره نور الدين، دكتوره اميره نور استشاري علم النفس التربوي، الجملة المعتادة قد داهمنا الوقت.
بس قبل تتر الختام عايزين وعد. الوعد ده ان يكون ليكي اطلاله معانا في البرنامج نصائح لاولياء الامور ازاي ينموا قدرات اولادهم حتى يحققوا احسن استثمار اللي هو الاستثمار الحقيقي استثمارك في ولادك. تمام. وبدايه اكتشاف الموهبه نبدا بالوعد ده معانا في الحلقات الجايه ان شاء الله. بشكرك طبعا وبشكر زميلتي هاجر صبري على الوقت الجميل ده واول حلقه كانت من الحلقات الممتعه. انا متاكد ان الناس استفادت منها وبشكرك يا دكتوره اميره وانت وعدتنا نكون نضيفها في الحلقات الجايه ان شاء الله. واستنونا في الحلقه الجايه الاسبوع الجاي النهارده الاسبوع الجاي ان شاء الله في ليرني شو اول برنامج توك شو متخصص لامور التعليم والتربيه والتعليم والكليات والمعاهد والمدارس والاكاديميات. الاسبوع الجاي ان شاء الله معدنا في نفس الوقت. كان معكم احمد اسماعيل وهاجر صبري. شكرا لكم. نور اتفضل يا فندم. بس حبيت 200 جنيه من فلوسي. اسم حضرتك؟ تمام اتفضل. ايه يا فندم دول 10000 بس؟ ايوه حضرتك. بص احنا هندخلهم ايديت مع شويه مكساج على افتر افكت مع الفي في اكس مع شويه فوتوشوب هيبقوا 1,000,000 جنيه مش 100,000. عارفين انك حريف في حتتك بس السينما بتاعتنا احنا بقى. سويك مصنع الابداع. ايوه. بص يا حبيبي بص يا حبيبي المود ده انا عايزك فيه تبقى فرحان بس اسنانك وانت بتضحك مش تبان. ها يلا بينا افتح بقك افتح بقك افتح بقك. ها 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 يلا 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 اديني بقى اديني رياكشن اديني رياكشن. فين 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 مش شايف حاجه يا ابني يا ابني يا ابني الشمس بتروح مني يا ابني. عارفين انك حريف في حتتك بس السينما بتاعتنا احنا بقى. سويك مصنع الابداع. عايز اجمل حمامات سباحه وحمام سباحه للسيدات؟ عايز تقابل نجومك المفضلين في الكوره والفن والادب؟ عايز منطقة أطفال تجنن؟ عايز أحسن ملاعب كرة قدم من جيل صناعي ومن جيل طبيعي؟ عايز تركب خيل وتتعلم فروسية؟ طيب عايز جيم متكامل فيه كل الأجهزة والساونا والإيروبكس وزومبا؟ عايز تشارك أنت وأولادك في أنشطة فنية وثقافية وتحضر حفلات غنائية لأكبر النجوم؟ يعني لو عايز نادي متكامل بجد يلا اشترك في نادي إيزي سبورت. محروس هات الدكة 650 وتعالى بسرعة. اتفضل يا رايح. يا محروس هات الجيلاتينة وتعالى بسرعة. ماريو هات البلوتوث وتعالى بسرعة. يا الحمد لله الشادو راح. انت يا ابني شغل العربية. وانت يا ابني هات مفتاح 15. عارفين انك حريف في حتتك بس السينما بتاعتنا احنا بقى. سويك مصنع الابداع.